احنا بجيلنا اتعرضنا الى محن شديدة. يعني بعض الأحيان ما نتكلم لأنه ما يصدق من ثقل الأمر. يعني واحد يجيبوه يخلوه بغرفة واحدة، هو يحتمل أن يكون أن يتعرض إلى أشد العذاب لمدة طويلة. واحد من وكلاء المرجعية، وكيل المرجعية في كربلاء، أنا شايفه بعيني، السيد محمد الطباطبائي رحمة الله عليه، هذا سجن 19 سنة اعتقل. أنا شايف بغرفة ضواها أحمر، زنزانة. إحنا مني بعيد بعض الأحيان مني نطلع بعض الأماكن يطلعونا إجبارا طبعا، نلمحه مدة هو طويلة، ما أدري سنة سنتين ثلاث سنين ما أدري بالضبط إيش قال، في هذه الغرفة واحدة والإضاءة همات بها آثار بعد تدرون نفسية، هذا غير العذاب والضرب والامتهان والعدوان وكذا تدرون بعد، صحيح لولا. مرة واحد من أخواننا في السجن قال أنا شفت رواية، أنا من يوم ما هو قال لي هاي الرواية أصلا يعني كان لها أثر كبير. قال هو شنو الإنسان شي يريد، حتى لو يكون واحدة هو شي يريد، يريد يتكلم مع أحد يقدر يدعو الله فيتكلم مع أفضل، يعني مو أفضل، ما يصير واحد يقيس الله بخلقه، احنا أهل البيت ما يصير نقيسهم بعادي الناس، صحيح نقول، يريد يسمع له يقرأ القرآن، ايش راح يصير؟ يصير عنده علاقة قوية، علاقة وطيدة هي سيدة كل العلاقات. من صارت مع الله هو صار في حنان مع الله، هاي العلاقة ايش تدعو إلى الخير، إلى الطهر، إلى الكمال، إلى الفضيلة، إلى الحياة، إلى المكارم الأخلاق، لأن هي هذه تتناسب مع الله، صحيح؟ فهو راح تدعو بهذا الدعوة. وإذا وجد بعض عباد الله من أعظم الخلق، من أعاظم الخلق، وجدهم تعرضوا إلى أصعب المواقف، شي يصير؟ يتأثر؟ هم تأثروا، ضعفوا، وهنوا أمام أبي الفضل. أنا ما أقدر أذكر الحسين بهيك لحظة لأنه الإنسان يخرج عن طوره، لكن نجي إلى أخيه، أشهد أنك لم تهن ولم تنكل وأنك مضيت على بصيرة من أمرك مقتديا بالصالحين ومتبعا للنبيين. بس احنا بيننا وبين أبي الفضل علاقة وطيدة، هي هم علاقة ولاء لله، هاي تجذبنا المن إله، نتمنى أن نكون معه. فجمع الله بيننا وبينك وبين رسوله وأوليائه في منازل المخبتين.